بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن في إطار المجهودات المبذولة من طرف الدولة من أجل التكفل بانشغالات المواطنين، لا سيما منها المتعلقة بالربط بشبكتي المياه والتطهير، تم اليوم الحمد لله رفع التجميد على العملية الهامة المتعلقة ب محطة تصفية المياه المستعملة وبلدية باتنا. هذه العملية الكبيرة التي كانت مسجلة منذ سنة 2016 والتي كانت مطلب أساسي لسكان هذه الولاية، والتي سجلت بمبلغ مالي 500 مليار سنتيم، لها أهمية كبرى من حيث حماية البيئة والمحيط، من حيث أيضا استغلال هذه المياه في السقي الفلاحي، أيضا من حيث ترشيد المياه، وأيضا تساهم بصفة كبيرة فيما يخص محاربة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه. إذن نشكر جزيل الشكر السلطات العمومية على رفع التجميد على هذه العملية الهامة التي يكون لها أثر إيجابي على منطقة باتنا. شكرا لكم.